عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. معكم ايمان من مجوهرات فاتن مره اخرى. اليوم غادي نقترح عليكم هذا الكوليم علي بوكل ديالو اللي كيجيو على هذا الشكل. كيجيو فريمون شي حاجه اللي غزاله وانيقه ورائعه، كيجيو زوينين ورائعين. فوالا البنات غنحاولوا نشوفوهم عن قرب. شوفوا معايا البنات الكولي ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي فريمون شي حاجه اللي رائعه وانيقه. كيجيو هكا في هاد الحجيرات اللي بيان سيرتي مع هاد الدويويرات على هذا الشكل سامبل، كيجي غزال وزوين. بالنسبه لي بوكل ديالو فهما الميم ديزاين بحالهم بحال الكولي، كيجيو بحال هكا البنات لي بوكل كيف كتشوفوا معايا. غنحاول نحطها باش تبان لكم مزيان. فوالا كتجي فيها لنا هاد الحجيرات بيان سيرتي، لنا الدويويره سامبل، وكيجيو على هذا الشكل من التحت. العمود ديالهم كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كيتسدو بحال هكا وكيتحدو على هذا الشكل. دابا غادي نحاول نوري لكم كيف كيجيو ملبوسين. فوالا البنات كيف كتشوفوا معايا الكولي كيجي ملبوس على هذا الشكل، كيجي فريمون شي حاجه اللي رائعه وانيقه وعاطيه للعين، كيجي غزال وزوين. بالنسبه لابوكل فهي كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، نازله من الودينة، كتجي غزيوله وانيقه رائعه في اللبسه ديالها وراقيه بيان سور. كنتمنى ان الكولي مع لي بوكل ديالو اللي اقترحت عليكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالهم غتلقاوهم في لابار دانفورماسيون. بالصحه والراحه، وما تنسوش مجوهرات فاتن ذهبي حتى لعندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.